بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور للإمام شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله تعالى به وبعلومه، آمين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والجندي عن عطاء قال: قال آدم: أي ربي، ما لي لا أسمع أصوات الملائكة، قال: لخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء ولبنان وطور زيتا وطور سيناء والجودي، فكان هذا بناء آدم حتى بناه سيدنا إبراهيم بعد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفعه الله تعالى إليه، فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله بعد لإبراهيم وأعلمه مكانه، فبناه من 5 أجبل: حراء ولبنان والثبير وجبل طور وجبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا ب2000 عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وأخرج عبد الرزاق والأزرقي في تاريخ مكة والجندي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: خلق الله موضع البيت الحرام من قبل أن يخلق شيئا من قبل أن يخلق شيئا من الأرض ب2000 سنة، وأركانه في الأرض 7. وأخرج ابن أبي حاتم عن علباء بن أحرمرة أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقام 5 أكبش فقلنا: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران، أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت، وسلمت، ثم مضى. وأخرج ابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: ذكر لنا أن الحرم حرم بحياله إلى العرش، وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط. قال الله له: أهبط معك بيتي يطاف حوله، أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. فطاف آدم حوله ومن كان بعده من المؤمنين، حتى إذا كان زمن الطوفان حين أغرق الله قوم نوح رفعه الله تعالى وطهره، فلم تصبه عقوبة أهل الأرض
فتتبع منه آدم أثرا فبناه على أساس قديم كان قبله. وأخرج ابن عساكر عن مجاهد رحمه الله قال: بني البيت من أربعة أجبل من حراء وطور سيزيتا وطور سيناء ولبنان. وأخرج البيهقي في الدلائل عن السدي قال: خرج آدم من الجنة ومعه حجر في يده وورق في الكف الآخر، فبث الورق في الهند فمنه ما ترون من الطيب. وأما الحجر فكان ياقوتة بيضاء يستضاء بها. فلما بنى إبراهيم البيت فبلغ موضع الحجر قال لإسماعيل: أتني بحجر أضعه هاهنا. فأتاه بحجر من الجبل فقال: غير هذا. فردده مرارا لا يرضى ما يأتيه به. فذهب مرة وجاء جبريل عليه السلام بحجر من الهند الذي خرج به آدم من الجنة فوضعه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: من جاءك بهذا؟ قال: من هو أنشط منك؟ وأخرج الثعلبي قال: سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن أحمد القطان البلخي، وكان عالما بالقرآن، يقول: كان إبراهيم عليه السلام يتكلم بالسريانية، وإسماعيل عليه السلام يتكلم بالعبرية، وكل واحد منهما يعرف ما يقول صاحبه ولا يمكنه التفوه به. فكان إبراهيم عليه السلام يقول لإسماعيل عليه السلام: هل لي كبيبة؟ هل لي كبيبة؟ يعني ناولني حجرا. ويقول له إسماعيل: هاك الحجر فخذه. قال: فبقي موضوع حجر. فذهب إسماعيل عليه السلام يبغيه، فجاء جبريل عليه السلام بحجر من السماء، فأتى إسماعيل وقد ركب إبراهيم الحجر في موضعه، فقال: يا أبه، من أتاك بهذا في موضعه؟ قال: أتاني به من لم يتكل على بنائك، فأتم البيت. فذلك قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأخرج البيهقي عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة، يعني جمرته بالطيب، فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه، فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو غلام عليه وشاح نميرة، فحكموه فأمر بالركن، فوضع في ثوب، ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه، ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. وأخرج أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قال كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بأربعين سنة، ومنها دحيت الأرض. وأخرج الأزرقي عن مجاهد رحمه الله قال: خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيء من الأراضين. وأخرج الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، بعث الله تعالى ريحا هفهافة فصفقت الريح الماء فأبرزت على خشفة في موضع البيت كأنها قبة، فدح الله تعالى الأرض من تحتها فمادت ثم مادت،
فهو ابتدأ الله تعالى بالجبال، فكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس، فلذلك سميت أم القرى. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان البيت على أربعة أركان في الماء قبل أن تخلق السماوات والأرض، فدحيت الأرض من تحته. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رحمه الله قال: دحيت الأرض من تحت الكعبة. وأخرج الأزرقي عن علي بن الحسين أن رجلا سأله: ما بدء هذا الطواف بهذا البيت؟ لم كان؟ وأن كان وحيث كان؟ فقال: بدء هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة: أي رب، أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغضون ويتباغون؟ أي رب، اجعل ذلك الخليفة منا، فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتباغى، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا نعصيك. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: فظنت الملائكة أن ما قالوا رد على ربهم عز وجل، وأنه قد غضب عليهم من قولهم، فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه سبحانه. فطافوا بالعرش 3 ساعات، فنظر الله تعالى إليهم، فنزلت الرحمة عليهم، فوضع الله سبحانه تحت العرش بيتا على 4 أساطين من زبرجد، وغشاهن بياقوتة حمراء، وسمى البيت الضراحة. ثم قال الله للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش. فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش، فصار أهون عليهم، وهو البيت المعمور الذي ذكره الله تعالى، يدخله كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون فيه أبدا. ثم إن الله تعالى بعث ملائكة فقال: ابنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره. فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. وأخرج الأزرقي عن ليث بن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا البيت 15 بيتا، 7 منها في السماء، و7 منها إلى تخوم الأرض السفلى، وأعلاها الذي يلي العرش البيت المعمور. لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت، لو سقط منها بيت لسقط بعضها على الأرض إلى تخوم الأرض السفلى. ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر هذا البيت. وأخرج الأزرقي عن عثمان بن يسار المكي قال: بلغني أن الله إذا أراد أن يبعث ملكا من الملائكة لبعض أموره في الأرض استأذنه ذلك الملك في الطواف ببيته، فهبط الملك مهلا. وأخرج ابن المنذر والأزرقي عن وهب بن منبه رحمه الله قال: لما تاب الله على سيدنا آدم أمره أن يسير إلى مكة، فطوى له المفاوز والأرض، فصار كل مفازة يمر بها خطوة، وقبض الله له ما كان فيها من مخاض أو بحر، فجعله له خطوة، فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة حتى انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان به من عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتبكي لبكائه وتحزن لحزنه، فعزاه الله تعالى بخيمة من خيام الجنة
ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة، وتلك الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة، فيها 3 قناديل من ذهب، فيها نور يلتهب من نور الجنة، ونزل معها يومئذ الركن، وهو يومئذ ياقوتة بيضاء من ربض الجنة، وكان كرسيا لآدم يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة حرسه الله، وحرس له تلك الخيمة بالملائكة، كانوا يحرسونها ويذودون عنها سكان الأرض، وساكنها يومئذ الجن والشياطين، ولا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة، لأنه من نظر إلى شيء من الجنة وجبت له، والأرض يومئذ طاهرة نقية طيبة لم تنجس ولم يسفك فيها الدماء ولم يعمل فيها بالخطايا، فلذلك جعلها الله مسكن الملائكة عليهم السلام، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكان وقوفهم على أعلام الحرم صفا واحدا مستديرين بالحرم كله، الحل من خلفهم والحرم كله من أمامهم، ولا يجوز جني ولا شيطان. ومن أجل مقام الملائكة حرم الحرم حتى اليوم، ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة، وحرم الله على حواء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم من أجل خطيئتها التي أخطأت في الجنة، فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتى قبضت. وإن آدم عليه السلام كان إذا أراد لقاءها ليلة ليلم بها للولد، خرج من الحرم كله حتى يلقاها، فلم تزل خيمة آدم مكانها حتى قبض الله آدم عليه السلام، ورفعها الله إليه، وبنى بنو آدم بها من بعدها مكانا بيتا بالطين والحجارة، فلم يزل معمورا يعمرونه ومن بعدهم حتى كان زمان نوح عليه السلام، فنسفه الغرق وخفي مكانه. فلما بعث الله إبراهيم خليله طلب الأساس الأول الذي وضع بنو آدم في موضع الخيمة، فلم يزل يحفر حتى وصل إلى القواعد التي وضع بنو آدم في موضع الخيمة، فلما وصل إليها ظلل الله له مكان البيت بغمامة فكانت حفاف البيت الأول، ثم لم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم عليه السلام وتهديه مكان القواعد، حتى رفع القواعد قامة ثم انكشفت الغمامة. فلذلك قوله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي للغمامة التي ركضت على الحفاف لتهديه مكان القواعد، فلم يزل بحمد الله مذ رفعه الله معمورا. قال وهب بن منبه: وقرأت في كتاب من كتب الأول ذكر فيه أمر الكعبة، فوجد فيه أن ليس من ملك بعثه الله إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت فينقض من عند العرش محرما ملبيا حتى يستلم الحجر، ثم يطوف سبعا بالبيت ويصلي في جوفه ركعتين ثم يصعد. وأخرج الجندي في فضائل مكة عن وهب بن منبه قال: ما بعث الله ملكا قط ولا سحابة فيمر حين بعث حتى يطوف بالبيت ثم يمضي حيث أمر. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتا، فخط لهما جبريل، فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء، نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به،
وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت. ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح عليه السلام، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه، وأخرج ابن إسحاق والأزرقي والبيهقي في الدلائل عن عروة رحمه عن عروة رضي الله عنه قال: ما من نبي إلا وقد حج البيت، إلا ما كان من هود وصالح، ولقد حجه نوح، فلما كان في الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض، وكان البيت ربوة حمراء، فبعث الله عز وجل هودا عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله، حتى قبضه الله تعالى إليه، فلم يحجه حتى مات. ثم بعث الله صالحا فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه، فلم يحجه حتى مات. فلما بوأه الله لإبراهيم عليه السلام حجه، ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: حج البيت 70 نبيا، منهم موسى بن عمران عليه عباءتان قطوانيتان، ومنهم يونس عليه السلام يقول لبيك كاشف الكرب. وأخرج الأزرقي وأبو الشيخ في العظمة وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وهو مثل الفلك من رعدته، فطأطأ الله منه إلى 60 ذراعا، فقال: يا رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم. قال: خطيئتك يا آدم، ولكن اذهب فابن لي بيتا فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى فطويت له الأرض، وقبض الله له المفاوز فصارت كل مفازة يمر بها خطوة، وقبض الله ما كان فيها من مخاض أو بحر فجعله له خطوة، ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة حتى انتهى إلى مكة، فبنى البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أست ثابت على الأرض 7، فقذفت فيه الملائكة الصخر ما يطيق الصخرة منها 30 رجلا، وإنه بناه من 5 أجبل من لبنان وطور زيت وطور سيناء والجودي وحراء حتى استوى على وجه الأرض، فكان أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان، وكان غضبا ورجسا، فحيثما انتهى الطوفان ذهب ريح آدم عليه السلام، ولم يقرب الطوفان أرض السند والهند، فدرس موضع البيت في الطوفان حتى بعث الله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فرفع قواعده وأعلامه، ثم بنته قريش بعد ذلك وهو بحذاء البيت المعمور، لو سقط ما سقط إلا عليه. وأخرج الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه إلى موضع البيت الحرام، وهو مثل الفلك من رعدته، ثم أنزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألأ من شدة بياضه، فأخذه آدم وضمه إليه أنسا به، ثم نزل عليه العصا، فقيل له: تخطى يا آدم، فتخطى فإذا هو بأرض الهند والسند، فمكث بذلك ما شاء الله، ثم استوحش إلى الركن، فقيل له: احجج، فحج، فلقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك 2000 عام. وأخرج الأزرقي عن أبان أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان البيت من ياقوتة حمراء ويقولون من زمردة خضراء. وأخرج الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: لما بنى ابن الزبير الكعبة أمر العمال أن يبلغوا في الأرض، فبلغوا صخرا أمثال الإبل الخلف، قال زيدوا فاحفروا، فلما زادوا بلغوا هواء من نار يلقاهم، فقال: ما لكم؟ قالوا: لسنا نستطيع أن نزيد، رأينا أمرا عظيما. فقال لهم ابن علي، قال عطاء: يرون أن ذلك الصخر مما بنى آدم عليه السلام. وأخرج الأزرقي عن عبيد الله بن أبي زياد قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: يا آدم ابن لي بيتا بحذاء بيتي الذي في السماء تتعبد فيه أنت وولدك، كما تتعبد ملائكتي حول عرشي. فهبطت عليه الملائكة فحفر حتى بلغ الأرض السابعة، فقذفت فيه الملائكة الصخر حتى أشرف على وجه الأرض. وهبط آدم عليه السلام بياقوتة حمراء مجوفة لها 4 أركان بيض، فوضعها على الأساس، ولم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق، فرفعها الله تعالى. وأخرج الأزرقي عن عثمان بن ساجد قال: حدثت أن آدم عليه السلام خرج حتى قدم مكة فبنى البيت، فلما فرغ من بنائه قال: أي ربي، إن لكل عامل أجرا وإن لي أجرا. قال: نعم، فسلني. قال: أي ربي، تردني من حيث أخرجتني؟ قال: نعم، ذلك لك. قال: أي ربي، ومن خرج إلى هذا البيت من ذريتي يقر على نفسه بمثل الذي أقررت به من ذنوب أن تغفر له؟ قال: نعم، ذلك لك. وأخرج الأزرقي وأبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب قال: كان أول شيء عمله آدم حين أهبط من السماء طاف بالبيت الحرام، فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم، طفنا بهذا البيت قبلك بألفي سنة. وأخرج الأزرقي عن عثمان بن ساجد قال: أخبرني سعيد أن آدم عليه السلام حج على رجليه 70 حجة ماشيا، وأن الملائكة لقيته بالمأزمين فقالوا: بر حجك يا آدم، أما إنا قد حججنا قبلك بألفي عام. وأخرج الأزرقي عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام قال: أي ربي، إني أعرف شقوتي، لا أرى شيئا من نورك يعبد. فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض البيت، وموضعه من ياقوت الجنة، ولكن طوله كما بين السماء والأرض، وأمره أن يطوف به، فأذهب الله عنه الهم الذي كان قبل ذلك، ثم رفع على عهد نوح عليه السلام. وأخرج الأزرقي من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: بلغني أنه لما خلق الله السماوات والأرض كان أول شيء وضعه فيها البيت الحرام، وهو يومئذ ياقوتة حمراء جوفاء لها بابان، أحدهما شرقي والآخر غربي، فجعله مستقبل البيت المعمور. فلما كان زمن الغرق رفع في ديباجتين فهو فيهما إلى يوم القيامة. واستودع الله الركن أبا قبيس قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذهبا فرفع في زمان الغرق. قال ابن جبير قال ابن جريج قال جويبر: كان بمكة البيت المعمور فرفع زمن الغرق فهو في السماء. وأخرج الأزرقي عن عروة بن الزبير قال: بلغني أن البيت وضع لآدم عليه السلام يطوف به ويعبد الله عنده، وأن نوحا قد حجه وجاءه وعظمه قبل الغرق، فلما أصاب الأرض من الغرق، حين أهلك الله قوم نوح أصاب البيت ما أصاب الأرض من الغرق،
فكان ربوة حمراء معروف مكانها، فبعث الله هودا إلى عاد فتشاغل بأمر قومه حتى هلك ولم يحج. ثم بعث الله صالحا إلى ثمود فتشاغل حتى هلك ولم يحج. ثم بوأه الله لإبراهيم عليه السلام فحج وعلم مناسكه ودعا إلى زيارته، ثم لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.